في منتخبات ظهرت بشكل مفاجئ، ويعني هي اللي خلت روح مختلفة في البطولة دي، سواء جزر القمر، غينيا الاستوائية اللي لسه خارجة امبارح، أو غينيا بيساو، جزء يعني في أسامي جامبيا، كل الأسامي دي تفاجأنا بيها. مظبوط مظبوط. المفاجأة دي كمفاجأة، ولا أنت المعلومات اللي عندك يعني اللي تقول لا ده الناس دي عاملة تخطيط وده أول ظهور للتخطيط واللي جاي برضو ممكن يبقوا موجودين؟ طبعا أول مشاركة لجزر القمر وجامبيا، أول مشاركة ليهم، ودي في الكان، ويصعدوا للدور الثاني، ويمكن جامبيا كمان تخطت ثمن النهائي ولعبت ربع النهائي، مظبوط، وده إعجاز وإنجاز تاريخي بالنسبة لها. جزر القمر المنتخب المكافح اللي أنا بسميه المكافح بقيادة المدير الفني أمير عبده، الراجل الوطني اللي كافح ب 11 لعيب ويمكن اقل كمان في ماتش الكاميرون، لعب شاكر الهدهور حارس مرمى، حارس مرمى وده ظهير ايسر، تمام. شفنا فؤاد بشيرو ده من الناس اللي عجبتني جدا في جزر القمر، ده جناح لعب ماتش غانا ولعب على الظهير الايسر لغانا الكساندر ديجوجو مباراه حلوه جدا. شفنا الفيردو بن محمد ده دخل التاريخ لان ده اول واحد احرز هدف لجزر القمر في الكان، تمام. واحمد مغني في ماتشه مع غانا احرز هدفين. لا شفنا منتخب محترم، شفنا هو حتى تعبنا على فكره في المجموعات برضه، طبعا طبعا يعني هو طلع التاني معانا بس تعبنا يعني. لعب ماتش محترم وفرقه محترمه وفرقه مكافحه، وشفنا حتى يعني واحد من احسن جون البطوله لحد دلوقتي، الجون اللي جابه يوسف ماشنجاما، يوسف ماشنجاما، الجون اللي حطه في الكاميرون من 35 يارده، جون رائع، فوق نانو، ما بصش يعني وقامت رايحه في مندي. جون مرموش ادوارد مندي برضو اللي جه في العارضه دي، الكره اللي جت في العارضه بتاع كنت فاردي لو كانت جت كانت تبقى عاليه قوي. بالظبط بالظبط بالظبط. ابراهيم سنجاري ده لسه هنتكلم عليها، والتراي اللي عمرو ابو جبل رائع. صحيح. دي من المنتخبات. الجابون باتريس بقياده باتريس نوفو المدير الفني، منتخب عجبني جدا واتظلم جدا قدام بوركينا فاسو. عنده لاعبين محترمين جدا، اندريا بوكو لاعب الوسط، وعنده فيرويد رائع، دينيس يوانجا مهاجم رائع، دينيس يوانجا. ومنتخب بوركينا فاسو يعني هقف عنده شويه، منتخب بوركينا فاسو في تصاعد مستمر من 98، منتخب بيلعب كوره من 20 سنه بس، تمام، في تصاعد مستمر بيذهل العالم وبيذهل افريقيا، بيحرك فرق كتيره وفرق عريقه وليها مدارس كلاسيكيه في افريقيا. منتخب ما تخافش منه وهو معاك كوره، تخاف منه وهو مش معاك كوره. اعظم منتخب بيعمل كونتر اتاك من حاله الدفاع للهجوم في لحظه، بيتحول. يعني شفنا جونين في الجابون هو اللي شفناه في تونس، برناندو تراوري و دانجو اوتارا، حط نفس الفكره النهارده وهم معهمش الكوره في حاله الدفاع، اقل عدد نقلات واقل عدد باصات، بتحرك طولي شائق قدام، بتحرك طولي بباص طولي البحر كده على طول، بتحرك طولي باص طولي بثلاث لمسات على الجون. جون برناندو تراوري على من تحت جون الجابون اونومومي، تمام، وان تاتش، كره جايه له من ورا في ثلاث لمسات، كانت الكوره مع الجابون هجمه وان تاتش في ثلاث لمسات، والكوره في نفس الكوره برضو ل دانجو وطارة، الكوره جات له في ماتش تونس، رقص سايس ورقص الباك ليفت ادم وسيم، وقام حاططها بهدوء وباريحيه وبرزانه. فكره القرار، المهاجم قرار، ازاي انت النهارده قدام الجون هتقدر تتصرف ازاي، بتاخد القرار في لحظه، لا انت النهارده عمل فينش هايل باعصاب هاديه بكونتر اتاك، مفيش اعظم من كده. تمام. هل في منتخبات تانية لفت انتباهك ولا دول بس؟ هو لا يعني بوركينا فاسو برضه هقف عنده تاني، في ابراهيم بلاتي توري وده اللي مضى البيراميدز من يومين. صحيح. ده واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في البطوله حاليا، والبوركينا فاسو لعبت خمس مباريات، هو خد احسن ذا بيست مان اوف ذا ماتش في ثلاث مباريات منهم. يمكن هو برناندو تراوري ما لعبش الماتش اللي فات ولعب مكانه جبريل وطارة، تمام، بس برناندو بيرتراند تراوري اخطر منه بشكل كبير جدا، واعتقد ان هو هيبدا بيه مباراه السنغال.